محمد جابر تمريرة ما فيهاش أي تسلل. دي تي دي تي دي تي مش ممكن. خط ظهر المقاولين العرب بيتفرج، يعني أنا لو من عودة لازم يبقى ليه كلام مع خط ظهر في الكرة دي. دي هتتعاد مرة تانية. شوفوا حضراتكم أدي الراجل استلم هنا بدون أي رقابة، خط الظهر بيتفرج، سابوه كلهم والراجل بيعدي لوحده وبيحطها على شمال أبو السعود عشان يبقى هدف لتي تي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. دينيس تي تي. ثلاثة المقاولين واحد طنطا